ولرايتنا ولدولتنا، وسنظل مجاهدين على حقوقنا. راه ما غنسمحوش حقنا لا اليوم لا غدا، راه الا متنا غنخليو الخلاف. وشاهدوا معي شباب ديال 18 و19 عام ديال السيد هما موجودين. انا جيراني راهم كاريين داك الكراج حاطين فيه الحويجات ديالهم لمده سنه. اه ولكن اللي كيكذبني شي واحد يمشي دابا يحل، يمشي دابا الصحافه نمشيو نطلبوا الكراج يحل. الا ما كانوش حاطين فيه الحوايج ديالو وساكنين عند الناس، وحنا جوج راهم هنا، جوج راهم لهي، واحد راه لهي، كلهم تفرقوا على الناس، لان ما كايناش شي اسره يمكن ليها تشد اسره عندها في الدار لمده ديال عام ونص. هذا راه ظلم، هذا راه تعدد. وكنقول لهم الله يجازيكم، الله يجازيكم يا هاد المسؤولين، يا ديروا غير بقول الله ديال الله سبحانه وتعالى. اخر ايه نزلت في القران، اخر ايه نزلت في القران: يا ايها الذين اتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. هذا فكروا بهذه الدنيا، راه ما تبقاوش. اللي بغى يمشي شي مصالح اخرى الله يعاونه، اللي بغى شي مستوى اخر الله يعاونه، اللي بغى حنا ندعيو معاه، ولكن ما تاكلوش الحقوق ديال هاد الناس، هاد الناس اللي بيعطيناكم راه كشونتيون. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كنشكروا بالاخت ديال هاد القناه ديال اشواقع. لماذا قبلنا نهضروا مع هاد القناه اشواقع؟ هاد قناه اشواقع هي المقر ديال مدينه الجديده، وهاد الناس ديال مدينه الجديده دكالة دكالة كما كيقولوا رجاله. شكرا لك اللي عطيتينا هذه الفرصه باش نبلغوا هاد الكلمه ديالنا للاخوان ديالنا خارج مدينه تمارا، لاننا حنا كما كناكدوا دائما باننا لا نريد تسييس هاد الملفيه الجيش الوداية، لا نريد تسييس هاد الجيش الوداية، رغم تختار علينا احزاب سياسيه تقروا على الجمعيات كذا كذا، حنا نشتغل مع القنوات اللي هي يمكن لها توصل الصوت ديالنا، لا باس بدون اجازه تحضر معنا شي شخصيه او لا شي حاجه سياسيه، فهذا راه كيمثل راسو. لذلك انا غادي نقول لك، بغيتي انت واحد الكلمه على ما هو هذا الملف ديال الجيش الوداية. هذا الملف ديال الجيش الوداية هذا الملف ديال الناس يطالبون ببعض الحقوق، سلبت منهم الاراضي ديالهم. هاد الاراضي اللي هي رقم الرسم العقاري 42747 راء، اللي هي في ملكيه 22742 47 قلبتها معليش كثرت اسمه. المهم 22747 راء، تيحفظ الدري الصغير والكبير في الوداية غير. المهم هاد الملف العقاري ولا هاد الرسم العقاري هو في اسم جيش الوداية حيازة منفردة بالقبيلة على الشيعة، فيه 8500 قطار، 8500 قطار. بدا هاد المساله بدات من السويسي واحد والسويسي جوج، بدا هاد الناس كيديو هاد الاراضي الدوله، كتدي هاد الاراضي لمصالح. ما وقفناش ضدهم، ما وقفناش ولكن كانوا الناس يتعاملون مع الناس مولي الارض، تعاملوا معهم بالتعويضات. كاين اللي عطاو تعويض عيني، وكاين اللي تعطاو الارض بالارض. كاينين الناس اللي خداو كتار خمسه كتارات، اللي بغاو يحرثوا، اللي بغاو يديروا، اللي بغاو يمشيو. مشينا في هذا الاسمو، جات مساله ديال بلاتي. انا غادي نوصلوك للوعود الكاذبه والوعود المحتاله والوعود حتى النصب. بدينا في هذا الاسمو، زدنا تعودوا الناس ديال الجيش الوداية اللي قلت لك، في سويسي واحد سويسي جوج حي الرياض، جميع الفئات، ولاد زراره، ولاد دليم، درابكه، شبانات، ولاد نطاع الشرقيه، هادو كلهم فخدات ديال ولاد ديال الجيش الوداية. شكون اللي بقى؟ بقى عندنا جوج فخدات، وهما الفخده ديال ولاد جرار، وفخده ديال ولاد نطاع الغربيه اللي كتسميوها ولاد الغربيه تسمى عم شريف، اللي تابعه للمنطقه. المهم اللي وصلنا هنا، جا كان تبدل العامل، وجا السيد الوالي السيد محمد اليعقوبي، فدار واحد القرار
تعيين نواب للقبيله. هاد النواب ما كانت المهمه ديالهم، المهمه ديالهم هما يحصيو الاصليين ديال جيش لوداي اللي باقين. فعلا تم الاحصاء، جاوا لعندنا قالوا لنا راه مشروع ملكي، لا غادي تحيدوا من هنا وغادي تعاودوا معك اماكن اخرى، غتعاودوا ماديا ومعنويا احسن واحسن بكثير. احنا ما عندناش لا مازال انا ما نسبقوش الاحداث. ملي داروا هاد الاخوان داروا اللوائح كانوا الطعون تقدموا للبشويه، من البشويه كتصيفطوا من العماله، العماله درسات رجعت لنا الطعون، عاود داروا الناس الطعون، عاود رجعت لنا، دخلنا لمجلس الوصايه، خرجنا من الوصايه، كانت هذه واحد المسطره اللي انتهت في نهار 29 او 28 في شهر 12 2023، وقالوا لنا المسطره انتهت ولا عندي الا اسم اللي تسالي نعطيك اللوائح اللي تم الامضاء ديالها من كل شيء. النواب 8 ديال النواب كلهم مضاو على اللوائح، ملي مضاو صيفطوهم صيفطوهم للسيد الجهات المختصه. لما صيفطوهم قالوا لنا بلي انه غادي تكل لكم تعوضوا في الاسبوع الاول او الثاني من شهر 1 24. فاذا به بداو كيماطلونا شهر 1 شهر 2 شهر 3 شهر 4 وحنا اليوم في شهر 5 ولا تعويض. هاد النواب داروا واحد العمل اللي غادي نقول لك، وغادي نقول لك بانه داروا عمل جبار، كانوا كيدوروا على الديور، جاوا معاهم السلطه، مشاو مع السلطه، دخلوا مع السلطه، ما كاينش شي ودي اللي وقف ضد المشروع الملكي، ما كاينش شي ودي اللي وقف ضد الهدم، كلهم كانوا كيساعدوهم وكيجيو وكيوقفوا برجليهم مع النواب ومع السلطه حتى كتريب. حسن النيه ديالك. حسن النيه، حنا كنا عندنا حسن النيه، ولكن ربما هذوك النواب كانوا ضحيه لانه غرر بهم وكانوا كيستقبلوهم واحد الاستقبال في البشويه وفي العماله، زيد تفضل كذا كذا، لما سالوا منهم مسحوا بهم كما كنقولوا واستسمح جفوا بهم الارض حتى جعلوهم اعداء للقبيله، ما قدروش يجيو يوقفوا معنا. وانا كنستدعيهم تنقول لهم بلي انكم خاصكم تجيو باش توقفوا مع الناس وتقول لهم فين وصل الملف جيش لودايا، لانه باش ما نطولش عليك بزاف ويكون الفيديو طويل بزاف غادي. المهم جاء هاد النواب داروا هاد العمل، سالت مسطره، سال اسمو، وصلنا للتعويض، توقفوا اللوائح، سنينا الناس تقهرات، الناس دمرت منازلها، ريبوا المنازل ديالهم، مشاو كيقلبوا على الكراهات، ساكنين في الكراجات، راه يمكن لك تقول غير هنا في حي النهضه اسمو كتلقى الناس ساكنين في الكراجات، كاين اللي حاط حوايجو غير في الكراج وساكن وسط الناس، راه ما كاينش شي عائله تقبلك وانت عندك 6 نفوس ولا 7 نفوس، راه حنا نعاني، الناس غلاء المعيشه، غلاء اسمو، عيد الكبير على الابواب، الناس ما لقاش كانت كتعيش من هذيك الارض فين ساكنه، كان اي ودي كيسكن ماشي كما كيقولوا بلي انه ساكن في براكه، هذا كذب. رجعوا للفيديوهات ديال 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 شهر 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 ديال جوان وقبل منه شهر ماي ديال 23، وغتلقاو الترياب وغادي تشوفوا الترياب اشريب من فيلات. كان الودي كيسكن اقل ودي كيسكن في 2000 متر، داير فيها شويه ديال الدجاج، وداير فيها شويه ديال الغنم، وداير فيها شويه ديال شجر لافوكا، وداير فيها شويه ديال البطاطا، وكيخرجها للسوق كيبيع وكيدخل، ما كيطلب من الدوله حتى شي حاجه، كيطلب غير الهدوء. اليوم اللي ريبوا له هو اصبح عاله على المجتمع وعلى الدوله. ما كاين تا واحد الكذبه كانوا تيكذبوا علينا، تيقول لك راه عطاو هذوك عطاو بحقه باش يكري، وعطاو الاخرين باش يكري، هذا كذب. ما كاينش الكراهه، لان علاش كانوا كيديروا لنا باش يوقعوا ويفرقوا ويديروا تفريقه بلادنا. الله يجازيكم الناس اللي كيمشيو بهذا الخطا، راه الظهير البربري سالف 44، احنا ماشي في عهد فرنسا، احنا في عهد محمد السادس، عهد الحريه، عهد الانفتاح، عهد الديمقراطيه، احنا نترأس مجلس حقوق الانسان في الامم المتحده. واليوم اللي كنهضر معاك يوم الخميس، اليوم المغرب ترأس الجلسه في المجلس حقوق الانسان في الامم المتحده. عباد الله كاين هي حقوق الانسان، راك ورينا في الفيديو الاخرين ناس عرج، السيد عرب يالله باش يتكلم، السيد مسكين جاي بكروسه، السيد اعمى راه عطى كلمه لبعض الاخوان، اعمى ما كيشوفش، فين غنصيفطوا هاد الناس؟ فين بغيت هذا هو اللي نطالب به الصحافه. احنا كنا في الاول نقتصر على الصحافه المحليه، علاش؟ باش توصل للسلطات المحليه. اليوم احنا غادي ندوزو الوطنيه،
الوطنيه، لانه غادي نوجه هنا السلطه، غادي نوجه هنا السلطه، غنوجه لهم واحد الكلمه، وكلمه ربما خصهم ياخذوها بعين الاعتبار، وهي الاوطان. الاوطان لا تبنى بالقناطر والسوانطيه، لا تبنى بالعمارات، راه تبنى بالتوعيه ديال المواطن. خاص المواطن يكون واعي، خاص راه لان انا بنيتي وشيدتي وجاك مواطن، جاك مواطن ما كيعرفش يهضر، غادي يعطي. وكانت صحافه، صحافه مدسوسه بيناتنا، او صحافه عدوه، او صحافه نعطيو بها الاعداء الوطن باش يضربونا. جاك هذاك المواطن وقال كلمه ماشي في صالح الوطن، راك ريبتي القناطر وريبتي العمارات وريبتي الطوارق وريبتي الشوان وريبتي كامل، لان المواطن عندك غير كفء وغير ناضج وغير مؤهل. لذلك كنقول لهم الله يجازيكم مطالب ديالنا، ونبغيك تبلغيهم كما سمعتيهم المسؤولين، السيد الباشا ديال مدينه تماره، والسيد والي مدينه تماره، نائب ديال تماره بالنيابه، عامل تماره بالنيابه، والسيد المدير الشؤون القرويه، والسيد وزير الداخليه، وكل من له يد في هذا الملف، باش تعجلوا، عجلوا، ما تخليوش هذا المواطن. راه يمكن يكون هذا الانزال اللي وليتوا كديروا، راه يمكن ماشي يكون في صالح الدوله، راه يمكن في صالح الخوانه، صالح اعداء ديال هذا الوطن. كنقولها وكنعاودها، انا رجل امن سابق، وتنتكلم اغلبيه تنتغلب في الجانب الامني. راه كاينين الناس يتربصون بنا يا عباد الله، واش بغيتوا هذو تلوحوهم في احضان الخوانه؟ راه كاينين بزاف ديال الناس اللي باغيين يدخلوا على هذا سميتو، باغيين يعجوا هذا الموقع، ما كاين اللي باغي يشتو، وكاين اللي باغي ياخذ ويجي هنا يلوح منشورات ديالو، ويلوح كلمات 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 ضد 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 الدوله. وحنا شناها في شارع محمد الخامس، وشناها في القنادل، وشناها في سيدي عفني، والتدخلات اللي كانت، حنا راه ما كاينش. حنا نقولها كما قال الاخ ورايا، كاين اللي يريد ان يؤجج هذا، يريد ان يؤجج هذا الاحتجاج، وحنا نقول لهم انه احتجاج سلمي، سلمي وسلمي ومبارك، وان شاء الله سنستمر وسنستمر وسنستمر حتى ناخذ الحقوق ديالنا. نوجه للضمائر الحيه من هذا الوطن، ما بقيناش دابا كنتوجهوا غير الساكنه ديال تماره. اللي شاف هذه الفيديوهات ديالنا كنطلبوا باش يؤازرونا بالقليل ولا بالكثير، بوقفه، بدعاء، غير بالدعاء على الاقل، باش تحل هذه المشكله. لماذا؟ لاننا عانينا، وهاد الناس يعانوا، هاد الناس يعانوا. غادي نعطيك واحد المثال ملي تسالي هذا الفيديو، دوري واحد الدوره هنايا في اسمو، وغتشوفي ناس كبار كاين اللي عندهم 100 سنه. ما كان هاد الناس مضروري ما يوقفوش. تماما، لا كاين الناس اللي عندهم 100 سنه وجاي كيوقف مازال عنده امال. ما ندويوش على الناس اللي ماتوا حرقه، ماتت حرقه في قلوبهم، كانوا كيتسناو باش يستافدوا، باش يمشيو تاهما للسكن اللائق، يمشيو يسكنوا، يمشيو يقريو. كاين اللي خرج ولادهم من المدرسه، ها هي، ها المدرسه قدامنا، راه كاين اللي خرج ولادهم من المدرسه، ما عندوش باش يخلص لهم المدرسه، هذا اللي كان كيقري بشفيه ديال 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 الفلوس. كاين اللي عنده هنا، راه داو التسخيرات هذوك الناس اللي ساكنين في دور القزير، هذو اللي مساكن مازال عندهم سكان شقاق، لانهم تابعين لوزاره الاسكان، اعاده الاسكان ديال دور. راه الناس المراه كتجي تما بجيب تجيب خبيز، وكتجيب واحد القريعه ديال اتاي، وكتجلس تما من الصباح حتى المساء. لماذا؟ باش تدي وليدها تجيبو يقرا. احنا منعونا دابا، احنا شتونا كما قلت لك بدون هويه. لاكارت ديالي انا فيها القبيله، راه ولاد جره، راه دارنا فينا فيها تما، واليوم انا كنسكن في 4 كيلومتر ولا 5 كيلومتر على المكان ديالي. ماذا؟ فين غادي الا جا غير انتخابات فين غننتخب؟ هذا المقدم ولا هذا الشيخ ولا هذا الباشا ولا هذا بغى غير يستدعيني، يقول لي راه خرجتي على الهضره اللي خاصك تقول، فين غيستدعيني؟ راه لا ما بقاش عندنا هويه. الا مشينا عند مقدم يقول لي صاوب لي شهاده باش غنصاوب لاكارت ناسيونال، تيقول لك اخويا فين ساكن؟ واش غنقول له انا ساكن في السطح ديال فلان؟ واش هذاك فلان غيعطيني ورقه باش نصاوب؟ راه اليوم حنا نعاني، نعاني، وكتعرفوا الظروف اللي كنعيشوها اليوم ببلادنا، ماشي بلادنا على غرار البلدان كامله. علاش؟ راه كاين هنا غلاء المعيشه، راه كاين مصاريف، كاين ها هو العيد الكبير على الابواب، راه الا جينا نضحكوا راه الحولي ديال الصنليون كيدير 80000 100000. راه هاد الناس راه قروا يستمروا في هادشي، وحنا تنقولوها وتنعاودوها. الله يهديكم والله يجازيكم بخير، وعاش الملك، وعاش الملك، وعاش الملك. ونقول لك ونختم لك بواحد الايه قرانيه الله سبحانه وتعالى ختم بها نزول ديال القران: يا ايها الذين امنوا
يا أيها الذين آمنوا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله والشكر لله، وعاش الملك وعاش الملك وعاش الملك. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.